اليوم يوم حزين لي أن أفرق بالجزائر، وفي نفس الوقت الشرف الكبير بالاستقبال فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. كانت عندنا الفرصة لنقاش عميق فيما يخص العلاقات الثنائية بين بلغاريا والجزائر، وهي علاقات تقليدية، ونحن نرى إلى الأمام إلى المستقبل، وهناك إمكانيات ضخمة، وأنا متأكد هنجد الطرق محددة ومعينة لكي نستفيد المصلحة المشتركة من هذه الإمكانيات. وفي الأخير أريد أن أشكر للشعب الجزائري على كرامة الضيافة وحسن الاستقبال، ونحن مع زوجتي ماشيين من بلدكم جميل بحزن وبسعادة. كانت عندنا فرصة نتعرف معكم. شكرا جزيلا وبالتوفيق في المستقبل.